مرحبا أعزائي المتابعين الكرام، اليوم يوم جمعة، جمعة مباركة عليكم وعلينا أجمعين. اليوم حلقة جديدة، واليوم حلقتنا الجولة في معرض أربيل الدولي. مثل ما شايفين هاي بناية معرض أربيل الدولي، راح ندخل معرض أربيل الدولي وراح تشوفون الأجواء داخل معرض أربيل الدولي، وإن شاء الله تعجبكم زيارتنا هذه وتنال رضاكم. وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي بالتعليقات، وإن شاء الله أجاوبكم على جميع أسئلتكم واستفساراتكم، وما يكون خاطركم إلا طيب.
بالختام أتمنى أن تعجبكم جولتنا هذه وتنال رضاكم، وإذا عندكم أي سؤال أو استفسار اكتبوا لي بالتعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم كل ما هو جديد، وضغط زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو. بالختام تقبلوا مني خالص المحبة والاحترام، تحياتي ومحبة الاحترام للجميع، وإن شاء الله نلتقي في حلقات جديدة. مع السلامة، باي باي. Bye bye.